أهلا بكم. البداية مع العناوين: مصدر في الحزب عن تأخر الرد، غايتنا منع الاعتداء على بيروت والمدنيين. في تداعيات الحرب نزوح أكثر من 100,000 لبناني. بايدن يتحدث عن اتفاق قريب وحماس ترد كلامه وهم. لبنان في العتمة الشاملة وحتى الحلول الترقعية معطلة. لهذه الأسباب رفع سعر الخبز الأسبوع المقبل. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. في الميدان لا شيء يوحي بأن وقف النار وشيك، ففي اليوم 316 للحرب في غزة واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة مخلفا شهداء وجرحى ومصدرا أوامر بإخلاء مناطق أخرى من النازحين تمهيدا لعمليات جديدة، على الرغم ما نسبته هيئة البث الإسرائيلية لمسؤولين أمنيين كبار في الجيش الإسرائيلي عن أن القتال انتهى عمليا وأنه حان الوقت لإبرام صفقة. كل ذلك فيما بلغ عدد الشهداء والضحايا في القطاع وفق آخر أرقام وزارة الصحة الغزاوية 40,074. وفي اليوم 315 للتصعيد في جنوب لبنان الذي بدأ في اليوم التالي لطوفان الأقصى، مجزرة جديدة استهدفت هذه المرة بلدة الكفور في قضاء النبطي، ودمار مهول في البلدات والقرى الحدودية، وانقسام سياسي داخلي حاد حول جدوى توحيد الساحات. أما في السياسة فكلام حمال أوجه، ففي شأن مفاوضات غزة تفاؤل أمريكي يقابله تصلب إسرائيلي واضح من جهة، ونعي للعملية بكاملها من حماس من جهة أخرى. فقد وصف القيادي في الحركة سامي أبو زهري اليوم حديث الرئيس جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق بالوهم، مؤكدا أن الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق، وقائلا: لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أمريكية. أما حول جنوب لبنان وفي مقابل جولات الوسطاء، فتأكيد من مصدر رفيع في حزب الله للأو تي في بأن الشروط التي وضعها بنيامين نتنياهو في الدوحة تؤكد أنه لا يريد وقفا لإطلاق النار. وتابع المصدر: لم يقل المعنيون بالمفاوضات نجحنا، لكنهم لم يقولوا فشلنا، وذلك لترك الباب مفتوحا لشراء الوقت، وبالتالي ليصبح رد حزب الله أو إيران بعيدا من وجهة نظرهم. غير أن المصدر جزم انطلاقا من هذه النقطة بأن الرد آت لا محالة. إلا أن البداية من توقف معامل الكهرباء عن العمل على وقع استمرار أزمة الفيول العراقي، والتفاصيل في تقرير جاد جابر. دوامة الكهرباء لا تزال على حالة، وهيدي المرة بدل المشكلة مشكلتين. المشكلة الأولى هي تأخر وصول شحنة الفيول العراقي وضرورة البحث عن حلول بديلة لعدم الوقوع بالعتمة الشاملة، والمشكلة الثانية هي ومثل كل مرة بتتعلق بكيفية تأمين أموال الشحنة بظل عدم تحمل مجلس النواب مسؤوليته بإقرار قانون بيعطل الغطاء لمصرف لبنان لتنفيذ التحويلات إلى العراق يلي لم يدفع له لبنان حوالي 530 مليون دولار قيمة الشحنات السابقة. ولمعالجة المشكلة الأولى أي تأخر وصول الشحنة، يعمل وزير الطاقة على 3 مستويات لتأمين الكهرباء، خاصة مع خروج معملي الزهراني ودير عمار عن الخدمة كليا. المستوى الأول وضع إنتاج مصلحة الليطانة من المعامل المائية واللي بتتراوح بين 80 و100 ميجاوات على الشبكة العامة لكهرباء لبنان لتأمين الطاقة اللازمة لخطوط الخدمات العامة. المستوى الثاني تأمين كميات من الديزل أويل لتشغيل المعامل الحرارية من المخزون العائد للجيش اللبناني بمنشآت النفط. المستوى الثالث هو تأمين أو شراء شحنات سبوت كارجو موجودة بالسوق. غير أنه الحلول المؤقتة الممكنة خلقت أخذ ورد داخل مؤسسة كهرباء لبنان.
بظل غياب رئيس مجلس الإدارة كمال حايك بداعي السفر، فيما غاب عضو المجلس كريم سابا بداعي المرض، على عكس ما أشاعوا البعض بالإعلام. في عنا نوع من الأوبستاكل اللي هي هلأ اليوم موجودة بغياب رئيس مجلس الإدارة، مشان هيك هذا القرار ما كان ممكن أنه يتطبق أو يدخل حي التنفيذ. وللأسف لظروف ودواعي المرض أنا ما قدرت تكون موجود بهيدي الجلسة نهار الأربعاء، مش مثل ما عم يشاع بالإعلام أنه كريم سابا عم يتعرض لضغوط. نعم كان يجوز لمجلس الإدارة الانعقاد عبر دعوة رسمية بكبير السن الذي يترأس الجلسة بغياب رئيس مجلس الإدارة ويتخذ قرار بناء على هالتوصيات، لكن هذا النقطة اللي بدي شدد عليها، هذا القرار لن يدخل حي التنفيذ ولا يصبح قانوني إلا بتوقيع الاعتماد المستند اللي هو منسميه LC. ما حدا اليوم عنده تفويض مالي يوقع على LC، يعني فيك تاخد قرار بس هذا القرار لن يدخل حي التنفيذ إلا ما يتم توقيع الLC مشان يتم صرف الأموال. بالإضافة إلى العامل الإداري، مشكلة تقنية بتتعلق بسلامة الغاز أويل قد تطرأ على مسار المعالجة. ويبقى المشكلة الأكبر كمان الفحوصات المخبرية. اليوم كل شحنة فيول بتجي مضطر مشان سلامة الاستثمار وسلامة المعامل تعمل لها تكنيكال تيست تتأكد من مدى صلاحيتها قبل دخولها للمعامل. وهذا هالشي كان كمان لازم ينطبق على الفيول اللي تنشرها من الجيش وينعمل لها سبيسيفيك تكنيكال تيست بناء على قرار من مجلس الإدارة. وحسب ما أبلغتنا الجهات المعنية والمديريات المعنية بكهرباء لبنان أنه هذا الموضوع أول شيء بحاجة لاجتماع لمجلس الإدارة يتخذ القرار، والداتا والتيست اللي لازم تنعمل مثل ما فهمت كمان منها أنه الانيشال تيست اجت سم ميسينج داتا، يعني كانت بحاجة لفحوصات مخبرية مشان يكون في اكتمال للداتا من مدى صلاحية هيدي الكميات واستعمالها في المعامل. إذن واقع صعب عم بعيشه قطاع الكهرباء، حيث لم تقترن مساعي وزير الطاقة وليد فياض من ناحية بتحمل المعنيين مسؤولياتهم تجاه تأمين الغطاء والأموال اللازمة للفيول العراقي من ناحية أخرى. ومن الكهرباء إلى الخبز، مع تزايد الكلام عن رفع سعر الربطة ومع اقتراب انتهاء قرض البنك الدولي، فما هي الخيارات المطروحة؟ بعد انتهاء القرض المقدم من البنك الدولي وعدم تجديده، تلوح في الأفق مشكلة مخزون الطحين كأحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن الغذائي في البلد، خاصة لناحية العائلات ذوي الدخل المحدود التي قد يؤثر عليها أي ارتفاع جديد لسعر ربطة الخبز. إنه في قرض من البنك الدولي للدولة اللبنانية، وهذا الموضوع عمره أكثر من سنة ونص تقريبا، وهالقرض هذا كان جاي لسنة، ولكن وزير الاقتصاد مشكور مع اللجنة الأمنية سلموا توزيع الطحين بشكل كتير مدروس ودقيق، والدعم هيدا يعني كفى فترة أطول من اللي كان فترة متوقعة. نحن متوقعين مثل ما صرح الوزير اليوم، متوقعين بأواخر أيلول أو بنص أيلول تخلص الكمية اللي هي مدعوة من قبل البنك الدولي، واللي هو قرض منه دعم يعني هبة، هو قرض. من هلا لوقتها بنشوف شو راح تكون الاسعار المواد القويه تدخل بصناعه الخبز، وشو راح يكون سعر القمح، وبصير هلا وبتسعر وزاره الاقتصاد اللي بتسعر وبتاخذ القرار. بس انا توقعاتي مش اكثر من 70,000، احنا اليوم 55,000 ماكسيموم، راح يكون بال 70,000 عرقه الخبز في حال ارتفع الدعم باواخر ايلول او بنص ايلول. امام هذا الواقع برز اليوم حديث عن ارتفاع يبلغ 5,000 ليرة على ربطة الخبز. هلا بالنسبة لارتفاع 5,000 مثل ما عم بسمع بهاليومين، الحقيقة هذا الشيء لحد هلا ما في منه. في موضوع مستجد هو رفع أجور العمال. وزارة الاقتصاد دعيت لاجتماع مع نائب عمال الأفران، مع الأفران، مع مصر وزارة العمل، ثلاثة في اجتماع بوزارة الاقتصاد لدرس هالموضوع. وسبع للأوان ونحكي فيه، نحن رح نجتمع ونشوف شو الزودة اللي عم يطالبوا فيها العمال من خلال
نقيب العمال، ونحن من خبرتنا على الارض شو بيسوى ياخذوا العمال اليوم او شو عم ندفع للعمال، وعضوا مع وزاره الاقتصاد ناخذ القرار المناسب. بس سبع لعوانه نحدد قديش وكيف من هلا يعني، بس اكيد مش 5000 حسب ما عم ينقال بالاعلام. اذا ارتفاع سعر ربطه الخبز بات حتميا، فهل يكون الاخير؟ ومع استمرار المعارك عماد أربعة يثير قلق الإسرائيليين، فهل ما نشره الإعلام الحربي في حزب الله يعيد ضبط الاشتباك القائم؟ الكاتب السياسي رفيق نصر الله تحدث عن الموضوع للأو تي في. فاضطرت المقاومة كرد على التهويل، ما شيء تاني، كرد على التهويل أنه إذا أنتم مفكرين على أنه إيه إسرائيل بدها تعمل حرب كبرى، شوفوا شو في هذا جزء، على فكرة هذا جزء من اللي حيتم كشفه بعد. شوفوا انه الرد بيجي دغري، بس مجرد من عملت الفتحات وكل شيء مجهز، حتى صواريخ على المنصات. هيدي ضمن ضرب الاكتاف اللي بيتم، يعني ما حدا يفتكر انه والله اجى عبالهم هلا المقاومه. طيب اول يوم مفاوضات، انه البعض انتقد التوقيت. لا لا بالعكس، خلي كل الورق تكون على الطاوله. بعدين في شغله كمان مشان يفهموها بعض اللبنانيين اللي بلشوا ماشي. طب طلعي انت بالانفاق، هي انفاق صخريه، نعم، بمنطقه صخريه كبيره، نعم، يعني هي ما ولدت هالجمعتين الثلاثه انعملت، هي معناتها بدها شغل مش اقل من 5 سنين 7 سنين، ما هي وقد لا يعرف احد مكانها اين. الفيديو اسمه جبالنا خزائن، ايه بجبال، اوكي، هلا لا احد يعرف وين هالجبال، هي معقول بكسروان؟ هي لا طولي بالك، خلينا نبلش بالاقصى بالاول، خلي هي تكون واصي جوات فلسطين المحتله، ممكن جوات فلسطين؟ ما حدا بيعرف، لا أنا مش عسكري، ممكن بجزء من جنوب لبنان، ممكن بمنطقة جزي، ممكن بإقليم التفاح، ممكن ببعلبك، ممكن بالبقاع، ممكن بالسلسلة الشرقية، ممكن بمحيط بيروت، ممكن بكسروان، جبال ممكن بمحيط بيروت، ممكن يعني تحت معراب. أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، تم خلاله البحث في التطورات الأمنية المستجدة في جنوب لبنان وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف، وفق بيان صادر عن مكتب ميقاتي. وشدد على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد، مبديا خشيته من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه. بدوره أكد وزير خارجية بريطانيا أنه سيكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الأمور على نطاق أوسع. أكدت سلطات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك دعمها جهود الوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر للتوصل إلى اتفاق في شأن وقف إطلاق النار في غزة. وقالت نرحب بمواصلة العمل الفني خلال الأيام المقبلة وعودة المسؤولين للاجتماع قبل نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة بعد مفاوضات الدوحة، ودعت كل الجهات للانخراط بشكل إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار، مضيفة نشدد على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة يقوض جهود السلام. فاصل أول ونعود. أهلا بكم من جديد، والآن إلى الصفحة الرياضية مع إلينا الصار. أحيا نادي أبناء أنيبال زحلي حفله السنوي ليلة عيد السيدة بمجمع التلال بحضور أكثر من 400 شخص من الأنيباليين وأصدقاء النادي. تقدموا النائبين سليم عون عضو مجلس الأمناء وجورج عقيس ورئيس بلدية زحلي معلقة تعنيل المهندس أسعد زغيب عضو مجلس الأمناء، رئيسة الكتلة الشعبية مريم لياس سكيف والنائب السابق جوزيف صعب المعلوف ورئيس مجلس الأمناء جورج نصر وأعضاء المجلس والسفراء جورج سيام وأنطوان شديد عضو مجلس الأمناء ورؤساء وأعضاء جمعيات تجار زحلي والبربارة وفعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية والتربوية. افتتح الحفل بالنشيد الوطني ونشيد أنيبال، وألقى أمين سر مجلس الأمناء جوزيف النجار كلمة أكد فيها استمرار دعم الأمناء لمسيرة النادي وفريقه بالباسكتبول والأكاديمية التربوية، مؤمنين بالروح الرياضية والتنشئة الوطنية وعراقة النادي من 75 سنة، ملتزمين المحافظة على الإرث على أمانة المؤسسين وعلى الروح الأنيبالية والتقاليد الزحلية الأبية والأعراف الأصيلة. بعدها رحب رئيس النادي يوسف الزرزور بالحضور شاكرا دعمهم
النادي واستعرض أوضاعه من وقت تأسيسه مشددا على أن الروحية اللي انطلق منها المؤسسين إلى جانب المحبة والتضحية كانت تنشئة الأجيال على القيم الأخلاقية الوطنية والرياضية السليمة. وحارس كليا اللي تعاقبوا على الإدارة وتولي المسؤولية على مر تاريخ النادي الالتزام بالروحية اللي أفضت للنجاح الباهر لأكاديمية نادي أبناء أنيبال يلي فاق عدد لاعبين 550، حيث تسعى الإدارة لتأمين ملعب آخر لاستيعاب عدد أكبر من الشباب يلي بيطمحوا لممارسة الباسكتبول بنادي أبناء أنيبال، النادي يلي بيمثل المدينة يلي بتعشق البطولات. برعاية الاتحاد اللبناني للبلياردو وسنوكر، نظمت لجنة محافظة جبل لبنان الشمالي بالاتحاد بضيافة نادي زوراك المطيلب بطولة محافظة جبل لبنان المفتوحة بفئتي 9 بول و 10 بول بمشاركة 32 لاعب بكل مسابقة. حضر نائب رئيس الاتحاد جابرييل لحود ورئيس لجنة محافظة جبل لبنان الشمالي بشارع عزار ونائب عيسى عيسى وأمين سر اللجنة ميلاد الخوري وأمين الصندوق مروان عطية. بعد مباريات قوية ومنافسات مثيرة سجلت النتائج الآتية: ببطولة التن بول بالدور نصف النهائي ربح مالك شاكر على مروان عطية 8-4 وأنيس عون على ميشيل حايك 8-0، وبالنهائي ربح مالك شاكر على أنيس عون 9-5 وحل مروان عطية وميشيل حايك بالمركز الثالث. ببطولة الناين بول ربح بنص النهائي مروان عطية على جان كلود خوري 8-3 وشرب اليزبك على مالك شاكر 8-3، وبالمباراة النهائية ربح مروان عطية على شرب اليزبك 9-8 وحل جان كلود خوري ومالك شاكر بالمركز الثالث. شاركت بالبطولة كضيفة شرف اللاعبة جوي طعمي وقدمت أداء لافت، فقدم لها نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة وأعضائها كأس وميدالية تشجيعا وامتنانا لمشاركتها. وبالنهاية شكر نائب رئيس الاتحاد جابرييل لحود نادي زوراك وصاحبه مروان عطية مثنيا على التنظيم والاستضافة، ووزع مع كبار الحضور الكؤوس والميداليات على الفائزين. إلى صفحة الأحوال الجوية مع نيرمين. مساء الخير. طقس صيفي عالي رطوبة عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، عم بيكون حار بالمناطق الداخلية بسبب تأثير كتل هوائية حارة. إذن جونا لبكرة قليل الغيوم وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من الشمال، وعكر عم تسجل 34 درجة، طرابلس 33، العاصمة بيروت 32 درجة، وصور 33. بننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 36، اللقلوق 22، الزحلة 35، وجزين 31 درجة. نسبة رطوبة ساحل عم توصل ل 80%، الرياح السطحية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأحد والتنين جونا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، ودرجات الحرارة ساحلا بتسجل أقصاها 32 درجة. للثلاثة والأربعة جونا قليل الغيوم مع تشكل للضباب على المرتفعات المتوسطة، أما درجات الحرارة ساحلا فبتنخفض لل 31 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة اللي قونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb ومواقع التواصل يوتيوب، اكس، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. شكرا لمتابعتكم وأصغائكم. إلى اللقاء.